نبتدي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم بحق ممشانا هذا إليك وبحق مقامنا بين يديك، أن ربنا لم نخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، ولكن خرجنا ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوتي هيعلى دلوقتي وهنسمع عشان بصريه لازم اشوف البشريه كلها. انا قبل ما اتكلم عايزه اسمع منكم، انتوا جايين هنا النهارده ليه وعايزين تسمعوا مني؟ انا لما الاخت شيماء كلمت دكتوره يمنى بنتي قلت لها لا يعني ايه ده انا فضي كل حاجه. انا عايزه اقول لكم ان انا بنقل يعني من مكان لمكان وسايبين الدنيا والصنايعيه هناك وهيسه، لكن انتم المعنى اللي يجي يا اهلا وسهلا يا اهلا بميديكول كلها على راسي. انا عايزه اسمع مين انتوا جايين النهارده ليه؟ مين تقول لي؟ يلا اللي هتقول هندي جوايز على طول. هتقول عايزين اخت هنا جنبي بقى عشان ايه تسلم. تعالي يا توتا يا جميل تعالي. يعني بصي لما حد يجاوب بيعطي له الجايزه. الله معلش عارف كمان اسمك ايه؟ الله يا حسناء يا جميلة يا عسلة يا جميلة. اللي هيجاوب هتعطي له واحد من هنا قلم وواحد دفتر، ايه رأيك؟ يلا بينا. مين تجاوب وتقول لي جايه النهارده ليه؟ لا ده المقوم انا تفاعله، انا مش بجد محاضرة، احنا جايين نطلع اللي جوانا، ها؟ فمش عايزين كسوف بدل ما اجيبكم هنا. يلا بينا. اسمك ايه الأول؟ سنة كام؟ مش دعوة الله. ايوه يا جوكو يا جميل. جاي علشان نكون معاكم وبارك. فين رحمة؟ عشان نبارك لرحمة حملة لكتاب الله ونمشي على الخطى ان شاء الله، على الله سبحانه وتعالى يقبلنا بيها ويجعلنا في زمرة اهل القرآن وخاصته. دي نية. ايه كمان؟ لا يلا بقى هاتي قلم ودفتر وجري لجهاد هنا عشان امتحان قريب ما بقتش اونلاين خلاص. يلا مين تاني يقول؟ ها اسمك عشان ايه؟ شوفك عشان تشوفيني. قلب 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 جزاك الله خيرا. يلا عندنا اختنا هنا اسمك ايه؟ اختنا اللي جاوبت اسمها ايه؟ فاطمه. بارك الله فيك يا فاطمه جزاك الله خيرا. مين تاني جاي بنيه تانيه؟ الاء جيت النهارده ليه؟ بعتولي عشان اقول النشيد نجمع الاجرين. يعني النشيد ايه يعني؟ مؤازره ان انا جايه اشارك وازر ودينيه. جميله يا جو الاء الجميل. مين تاني يقول لنا جاي النهارده ليه؟ عايز اسمع حاجه جديده، عايز اسمع حاجه عشان خالتك. هتقول اه حبيبتي اتفضلي عرفينا بحضرتك. من العراق ما شاء الله. تفهمي لغه المصري الاول اهم حاجه. الحمد لله الحمد لله. الله يبارك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. احنا اول شيء جايين على رحمه. عشان رحمه. هي صديقه بنتي. ايوه. طلعي اولا. وثانيا مجلس ذكرى. الله الله عليكي الله. واحد يحصل بيه اجر. صحيح. يعني نتعرف على ناس طيبين. الله يبارك فيك. الله. وتعرفتي طيب؟ يعني بعد. اهو. حلوه النيه الجميله دي. ربنا يبارك فيك يا رب ينفع بيك ويجعله فعلا مجلس تحطه للملائكه ويرفع عند الله عز وجل ويفكرنا الله سبحانه وتعالى بيه في الدنيا. يقول يا رحمه احنا جينا على شرف رحمه وجينا على شرف الناس اللي جايين يعني من اهو حاجه الجميله. احنا الجايين دول احنا بنحسسهم ان احنا معاكم وبنأيدكم بندعمكم بس بالمعنى اللي جاي. اه لا بندعمهم وبنأيدهم وبندعمهم. تدعميهم بايه؟ اسمك ايه الاول؟ ايمان. ربنا يجعل لك من اسمك نصيب. قولي امين. عشان اتعلم منك حاجه جديده. مننا؟ ده انا مسكينه خالص. لا 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 حبيبه قلبي. فانا جاي اتعلم منك النهارده حاجه بتنفع بناتي. الله معي. احنا خدام لحمله القران ده مبدئيا. يعني مسمار في نعل حمله القران. ربنا يجعلنا يا رب منهم وعلى خطاهم ويجمعنا. دول اهل الله وخاصته اصلا ناس في كوم يوم القيامه ودول في كوم. ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا وآل بيتنا اجمعين منهم. قولوا امين. جزاك الله خيرا يا اخت ايمان واجعل لك من اسمك نصيب. بس عايزه حد يقول للناس اللي حابه تدعم. انت عايشه؟ يا نهار ابيض عايشه؟ ازيك يا عايشه؟ عامله ايه؟
ألف بركة. عائشة من الناس اللي يعني طنطة بقى، احنا لازم يبقى في عنصرية شوية. طيب مين يقول لي ندعم البنات اللي جايين من الزلزال ندعمهم بإيه؟ عايزة تقولي حد؟ حد يقول لي ندعم، تعالي يا منى قولي. تعالي يا منى قولي ندعم الناس اللي جايين من الزلزال بإيه؟ حابة أنت كيمنى تعبيهم بإيه؟ اديكي فرصه تفكري. حد جاهز يقول يا بنات؟ الله انت بتفكري جميله. قول ان احنا ندعيلهم لو في حد مش بايده حاجه انهم يدعيلهم. ان احنا ندعيلهم لو حدش ما بايدوش ايده حاجه. انا عايز سقفه كبيره بقى، سقفه كبيره هنا يا جماعه. خد نفس الجايزه على طول على طول. مين تاني قول؟ قول يا بجميع المساعدات المتوفره يعني، سواء كانت مساعدات عينيه او سواء مساعدات نفسيه، اللي يعني مش في ايده انه يقدم حاجه سواء عينية أو مادية، نفسي حتى اللي هو بالسؤال عليهم بالاستطلاع عن حالهم، سقعانة دفيانة جعانة شبعانة حاسة بإيه، مجرد الاستماع بس ندي نستمع يعني، نحاول نسمع عشتوا إيه، شفتوا إيه، حاسين بإيه دلوقتي، طيب ناويين تعملوا إيه الفترة الجاية، محتاجين إيه مساعدة، إيه أقدر أنا أقدمه لك، بس حاسة الموضوع كله استماع، خصوصا لو بنات احتواء احتواء وضغط. يمنى يمنى صلاح الحضن كله عايز. اي حد عايز اي حنان يروح. طيب خليني اقول لكم على شويه حاجات واجاوب على نقطه مهمه جدا جدا. كم بنت جايين من الزلزال؟ ترفع ايديها كده. كم واحده جت وعايشت و الله يعني ايه نقول مثلا 10 20 10 مين تحب؟ اه مين يجي يقول لي 30؟ مين تحب تقول لي حاجة بس؟ عايشينا معاكي اللي انت عشتيه في 10 ثواني، يلا خليهم 15 وتر. مين تقول؟ ها تعالي يا فاطمة. اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. سعادتكم كلياتكم. حطي بس على المقطع. شعورنا في الزلزال هاي ايش اللي صار معنا؟ هلا هو بصراحه العجز، الهلع، الخوف، انه احساس بالامان والنجاه هذا انعدم. صار احنا بس صار فينا بس انه نتمنى من رب العالمين انه بس يحسن في دعمنا، ما عاد في امل ابدا نطلع من هاي الكارثه يعني اللي صار. فبهيك حالك يعني ما في حل برايي غير انه التسليم، التسليم خلص ودعاء لرب العالمين وبس. فالنجاة هي فرصة لنا لنبدا من جديد، ليكون عندنا رسالة جديدة من اول وجديد. فان ما نجينا خلص الحمد لله يعني صاحب الهدم بالاخير شهيد، بس انه نحن لما كانت الهزات عم تزيد احساس النجاة كان معدوم مليون بالمية بصراحة. بس هيك ايه اللي خطر على ذهنك؟ هلا بصراحة بابا والدك. لاني انا كنت بمنطقة بزلزال، بابا منطقة ثانية بزلزال واهلي بمنطقة ثالثة بزلزال. فأول حاجة خطر بابا لأني كان مريض بصراحة. فهو أكثر شيء يعني خطر على بالي هو يعني، بس كنت أتمنى إنه أحميه أكثر. الله يبارك فيك. أنا عايزة أحضنك تعالي. ليه بقى؟ أنا يعني كل اللي هيتحضن النهاردة يجي بدور كده. بصي ليه؟ حبيبي بدي أتصل فيه معاك قبل شوية. حاضر هناخد دلوقتي إسلام هيعيش الدنيا من الآخر. عايزة أقول لكم في عجالة كده عشان ما أطولش عليكم. هحكي لكم قصة وبعد كده نبتدي نطلع المعاني. وانا عايزه كل واحده حاضره، انا كام حاضر النهارده يا شيماء؟ 50. لو طلعنا ب 50 نيه و 50 عمل وبعد كده تفعيل العمل اقتراح وتفعيله، احنا كده حققنا انجاز. لو حققتوه بنسبه 40% احسن من 0%. تمام كده؟ المايك مش مسموع. خليني اقول لكم على شويه على قصه. ابن بيحكي انتوا عارفين كم واحده مصر عارفه الساحل الشمالي؟ الساحل الشمالي يعني مثلا قولي كده من 10 سنين ما كانش فيه مصدات للشواطئ، ونزل مع اصحابه وغرق. بيقول وانا تحت بغرق افتكرت وصيه امي وهي بتقول لي لو في اي زنقه صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام، لو في اي مشكله صلي. فبقول ما افتكرتش الا ده، فتنتنا صلي اللهم صلي على محمد وال محمد، اللهم صلي على محمد وال محمد، يقول لك لحد ما ابيه. ازاي؟ ما يعرفش، مع انه كان في دوامه
بقول انا حاسس ان انا خلاص انا نزلت للقاع بالصلاه على رسول الله السلام طلع. طبعا خلينا متفقين في البدايه ان كله بقدر الله، الله عز وجل يكتب ويقدر من يحيى ومن يموت، الله سبحانه وتعالى مين اللي عمره كذا. الناس اللي بتبقى في صدمه، سيبكم من خمس مراحل وبتوع يعني ايه الكلام اللي بتوع علم النفس اللي بيقولوه، عشان احنا لنا جانب تاني، احنا مسلمين لنا جانب غيبي غيرنا مش مؤمنين بيه. الجانب الغيبي الله عز وجل مؤمنين بوجوده ولا لا، وان هو القادر القدير صح، القادر المقتدر الملك المليك الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى معطينا شويه مفاتيح غيبيه، افعل تل افعل تل. طب ما شفتهاش في الدنيا، مؤمنين انها في الاخره، ده يقين. ده اسمه ايه يا اخوات؟ اسمه الف باء عقيده. الف باء عقيده ان انا مؤمنه بالله الواحد الاحد الفرد الصمد. اول حاجه في سوره البقره الف لام ذلك الكتاب لا ريب هدى للمتقين اللي هم مين؟ هاتوا الايه. اول حاجه ايه؟ الله يفتح عليكي، الذين يؤمنون بالغيب. فألف بقى عقيدة هو ده، إيمان بالغيب بما عند الله، إيمان بالغيب بما يحب الله سبحانه وتعالى، إيمان بالغيب بموعود الله سبحانه وتعالى. ده جزء اللي ينجيني، استغفار، صلاة على الرسول عليه السلام، لو ربنا يقدر الخير. لسه يومنا بتحكي لي عن واحدة صاحبتهم كانت في جامعة الأقصر قبل ما تنقل هنا، وبتحكي ان هي دايما تحكي بقى والشهادة والناس بحسن الخاتمة وهكذا وبتاع، الجروب كله اتقلب بكاء عليها وكذا وكذا، وتوفاها الله كما أرادت، شهيدة تحت الأنقاض هي وعيلتها كلها. فكل واحدة مطلعة السكرينة الشات اللي كان بينها وبيني، كلها كلام في الطاعة، كلها كلام عن ربنا سبحانه وتعالى. ساعة الزلزال اللي وصفته فاطمة وقالت كان فيه قوي ومروشين، وساعة الهزات المتتالية إحساس الأمان معدوم. صح، إحنا بشر، أوعي تنكري بشريتك، أوعي تنكري حاجة إن أنت فيها ربنا جعلنا الخوف. ونقسم الأموال والأنفس والثمرات وبشر، لازم لنبلونكم ديت وتوكيد بالله من واحد خلاص، فأمر طبيعي، احنا بشر، اقبلي بشريتك، لكن الكمال والدنيا والانتصار مش بتاعتنا احنا. عشان كده كانت الآية بتقول ايه؟ يثبت ايه؟ يثبت الله، مين؟ الثبات جاي من عندك؟ 100 محاضرة تسمعيها من هلا سمير ولا من المشايخ ولا من مين ولا بتاع الكلام ده؟ مفيش الكلام. وقت الابتلاء، وقت البلاء، وقت الأمر، مين يثبتك؟ الله عز وجل بسابق عهدك معاه في الإيمان. يثبت الله الذين آمنوا، حققين لأصول الإيمان الستة، نجعل صلى الله سبحانه وتعالى جعلها منهم، قولوا أمين. فالثبات من عند الله سبحانه وتعالى، لكن ساعة الخضة وساعة الإيمان صح أنا مصدقة، أقول لك مفيش شعور صح، بس إيه اللي يجي على ذهني؟ الله يفتح عليك، ينجينا ينجينا في الدنيا، ينجينا في حتى لو مش قدر ربنا مكتوب كله خير. اطلع ازاي من الخمس مراحل بتوع الصدمه؟ الانكار بقى واللي بعده، وبعدين الغضب، وبعدين مش عارف ايه، وبعدين رفض الواقع، وفين بقى لحد ما تقبل. انا اعرف امراه يعني اخت من الاخوات نحسبها الله حاسبها، كلهم حمل لكتاب الله، والله اللي بحكي لكم عنهم دول، هي في صدمه من 2013 لم تخرج منها الى وقتنا هذا. اعرف حد تاني حضر امر معين في 2013 الى قعدت 4 سنين بعالج فيها من بس الصدمه النفسيه. وفي ناس تطلع من، انا جاي اقول لكم تطلعوا ازاي من الخضه دي، وبعد كده نتكلم عليكي بقى كمان نختمها ختامها مزك رحمه جميله. ربنا يجعل لك من اسمك نصيب يا بنت الله معي. عشان اطلع اسمعوا الخلاص، عشان بحبش اتكلم كتير مع اني برخي برضه، بس اهو عشان نطلع واطلع بره الامر ده، العطاء. ممكن نتكلم عن اللوبي والحاجات الجميله وتنظيم التحفه يا شيمان، انتوا عاملين ولا بيفتح بيكم يا بنت تقبل منكم العطاء. واللي ما حضرش دعم زي ما يمنا ما يعني محتاجه ايه؟ نسمعك؟ تمام. ليه انا حضنت فاطمه؟ ليه؟ فلما احتضنه سكت، دي سنه عشان بس ايه نبقى فاهمين، عملها للجماد تنطلب بيها. كل واحده متجوزه تروح تقول لزوجها، واحدة مكتوب كتابها تروح مخطوبة يبقى في العريس المستقبلي اللي ربنا ينفق في صورته ويجي يقولوا امين. الاصل الاحتضان. بقول لك الرجالة بتحتاج الاحتضان أكتر من النساء، يعني ده حاجة علمية، بس أنا مش عارف مش مصدقة لسه القصة دي. بس كان في دراسة بتقول كده. نحضن بعض.
شوفي شوفي الوصية في القرآن لسيدنا موسى ايه؟ واضمم ايه؟ الله. ما لقيتيش حد بيعمل لنفسك كده الاحتضان، كل واحدة تسمع التانية، عايزة تقولي ايه؟ ايه اللي جواكي؟ والله كنت كذا وخايفة وخايفة ونفسي اعمل، هو ده. تفضلي واقعة في حفرة الصدمة واللي حصل واللي اعمل وكذا واللي جرى والدنيا دنيا واللي جرى فيها كلها دنيا، اطلع منها ازاي؟ اطلع منين؟ بالعطاء بالعطاء. ايه اللي جواكي؟ متضايق من ايه؟ تعالي احكي لي. ولو مجرد ان انا بس افرغ الطاقة اللي جواها 10/10، ولو مجرد ان انا اسمع كذا، طب تيجي ندعي، طب تيجي نختم. وحذاري انا بقول لكم اهو، بص النساء حذاري، واحدة بنت ولا ست ايا كان المرحلة العمرية بتاعتها، تعملي لوك لا احنا ما شاء الله علينا في الرغي، ان شاء الله افتحينا بس يعني جروب بنات، انام بالليل اصحى الصبح الاقي 2000 رسالة واتس. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ يعني ايه الطاقة اللي 2000 رسالة واتس؟ ما يحصل حوار بينك وبين اي حد الا ما تختميه، لازم طاعة، يختم بطاعة كده. اختمه بايه؟ بتيجي تصلي على السلام، النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول كذا، الله سبحانه وتعالى من صفاته كذا، طيب تيجي نستغفر، استغفر الله، طب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد استغفر الله، ابدا يختم. ما تنهي حوار مع اي حد، بتتكلمي في شغل، بتتكلمي في تجاره، بتتكلمي في اقتصاد، في سياسه، في دين، في دنيا، في حالك، في الكراش اللي عمالين تكرره كل الدنيا، نختم بذكر، نختم بطاعه، عشان حتى القلوب بتاعك ده يبقى في ميزان حسناتك. موضوع العطاء يا اخوات سبله كتير، انا اعرف ولا بكثره مال ولا كتسابق درهم 1000 درهم، يعني القصه مش بتاعتنا. عشان كده انا بقول لك احنا كمسلمين لنا امور الله عز وجل عطاها لنا، اقسم بالله لا تقدر لا بماس ولو في حاجه اغلى من الالماس، ولا زبرجد بقى ولا ياقوت ولا القصص دي. لما سبق درهم لا بنو نصف مال يعني طلع 1000 درهم، تاني كان عنده ملايين مش فاهم. طب ما فيش، انا اعرف من بنات جامعه اللي كانت لما كانت تحب تساعد يعني مفيش مقدره حتى الماليه ولا كذا ولا بتاع، كانت تعمل ايه؟ كانت تجيب الوجبه بتاعتها ومره تقسمها ما بين حد من الطلبه، ومره تطلع الوجبه بحالها، ومره النص بتاعها، تقول لك ده اللي اقدر عليه. واحده كنا مره بنتكلم عن العطاء والصدقات وهكذا وبتاع، وقامت جايه لقيتها كده في بتاع مطلعه ونازله تحت الخمار، وانا دايما بذكر الموقف ده لانه موقف حقيقي مؤثر. بقول لها تعالي هنا يا محمد، ايه اللي تحت الخمار ده؟ ايه دي؟ لا والله انا اسمه محمد. لا لا والله يا اخت محمد انا انت بالذات مش هقول. قلت لها ليه؟ قالت لي قلت لها حاجه حلوه هذكر بدون ما يعني احنا في قاره ثانيه خلاف في قاره افريقيا دلوقتي. قالت لي معيش حاجه تصدق بيها. فجابت ازايز الميه تملى ميه وتسقعها في الثلاجه وتنزل توزع فيها على مساكين وعابري سبيل ايام ساعه اذان المغرب في رمضان. ما حدش يجي يتكلم لك طالما معناك، مش حاجه اسمها الكلام ده. لن تنالوا البر حتى من ما ايه؟ بس مش الا ان تغمضوا فيه، اوعي. كانت السيدة عائشة تقوم جاية مطيباها ومطبقاها ومطلعة الصدقة، قالت لك بتقع في ايد ربنا قبل ما تقع في ايد الخلق. الانفاق، العطاء، العطاء مال بس؟ العطاء حضن، العطاء استعاذ، العطاء ان انا اروح اتخلص بيه من الاثار النفسية السلبية، اخش بتاع علم النفس يقول لك عايز اطلع، بيقول لك اما اشوف مقاسي غيري تصعب عليا نفسي، يعني بالبلدي كده او بالمصري. لما الام فقدت ابنها وراحت تقول لك حكيم البلد، راح حكيم بقى اعمل ايه؟ قال لها تروحي تحققي 10 أمنيات لعشر ناس في القرية اللي انت فيها، حققي لهم 10 أمنيات وتيجي هحيي لك ابنك من جديد. مصدقة؟ تروح لكل بيت ده فيه كذا وفي كذا ومقاسي وتعمل وبتاع، راحت حالة الحزن والسعادة، قالت لهم عندهم مقاسي أكتر مني، عشان أحقق منظور السعادة اسمه العطاء. إن لله أناسا مالهم دول جعلهم في حوائج الناس، عيال الله، اي حد عنده حق. اولئك الايه؟ امنون من عذاب الله يوم القيامه. اذا زلزلت الارض زلزالها، وشوف الايه الثانيه اللي كانت بتقول لك ايه؟ تظهر كل مرضعه عما ارضعت، الساعه والساعه ادهى وامر. اذا كان 3000 هزه ارضيه في 9 ايام،
ويقول لك ده في صبع جديد وفي بقى واحد جديد عاملين يخوفونا هنا في اسطنبول. تبيش منهم لله حدش خوف حد يا جماعه، قولوا بقدر الله. 3000 في 9 ايام ولسه كمان وكره بحالها، ما فيش حاجه قايمه فيها، ما فيش ولا بيت قائم فيها، وناس تحت والله اعلم العدد المحصور دلوقتي يقول لك حتى 60 الدنيا معديه. ولا الناس اللي احياء اللي لسه وما عرفوش وما فيش الات والناس بتحفر، سمعنا من الايات ومن القصص ما بالك الساعه. ودي النقطه اللي لازم نخلي بالنا منها، اللي ربنا كتب لهم النجاه ونرسل بالايات ايه؟ وما نرسل بالايات الا ايه؟ تخويفا للي جاي. مش بنرعب ولا حاجه، ولكن نفضل. انا ما احبش ابدا ابدا ان حد يقعد منهزم لتجربه سلبيه. اوعي تبقي في حفره وغرفه سودا كده عماله مضلمه وعماله تخبطي في الحيطه وعماله تخبطي في كذا، غلط. اطلعي بره الحفره دي وشوف ايه اللي جاي، اعمل ايه في المستقبل، هو ده اللي يطلعك. اعطي، اساعد، اتكلم. عايز الناس اللي عاشوا تروما ولا عاشوا صدمه يكتبوا، سجلي على النوت عن، سجلي على الواتس، اعملي جروب من الاخوات المؤتمنات واتكلمي معاهم وطلعي، ما تكبتيش المشاعر. وبعدين تاخد خطوه، اوعي تكوني ميه واقفه، لازم اخد خطوه واطلع قدام. هعمل ايه؟ اساعد ازاي؟ ايوه يا شيماء عندكم ايه النهارده جديد تعملوه؟ رايحين الايتام؟ تمام معاكم. ايوه عندكم، عندنا توزيعات وتجهيزات؟ تمام معاكم. ايه كده؟ حاضر، نتكلم على الجروبات اللي معاكم. تبقى عضو فعال. مفيش في الجمعيه ولا في المكان. يعني البركه بتطلع. كنت اسفه قطعت كلامك ماما، بس فعلا كنت عايزه احكي لكم موقف حصل معي من يومين. الاسبوع اللي فات كنا عزمنا ان احنا نطلع فاطمه الكهرمان مرعت وهكذا، وبعدين عمالين نجمع في التبرعات لحاجة يعني المقاونات ضخمه جدا، وانتوا طبعا عارفين غلاء الاسعار دلوقتي. فالمهم قلنا خلاص، بس كان في نيه يعني، واحسب ان كان الموجودين في الامر ده كانوا ناس يعني بالنوايا صالحه وخالصه. خلاص عزمنا النيه، طيب ما فيش كفايه، ما فيش مين السياره اللي هتودي؟ قلنا هنتوكل على الله من غير ما ندبر السياره، احنا هنجمع المقاونات وهنجمع الحاجه والله عز وجل هيسرها. عايزه اقول لكم عند بعد ما جمعنا المقاونات والله عز وجل يسر، طلع حساب الحاجه اللي احنا اشتريناها بالظبط بنفس ثمن الفلوس اللي معانا، وحاجات ضخمه جدا. الراجل نفسه صاحب المصنع هو بيديني الحاجه بيقول لي انا مش مصدق ان انا طلعت الكميات دي بعدد الفلوس الصغير اللي انت مديوني ده، وهي نفسها نفس الحساب. طيب جماعه نحطها في اي سياره؟ السياره دلوقتي لسه ما جهزتش، باي نص ساعه المفروض الحاجات تحمل. خلاص نقف كلنا، وقفنا استغفرنا صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هنعمل ايه؟ فجاه لقيت اتصال في اخ متبرع من غير ما ياخد اي مصاريف، يلا هات الحاجه انا هحملها الكهرباء مش عاوز طالع. فالله اكبر، يعني فعلا مجرد عزم النيه، ان الواحد يعزم النيه على شيء تطرح فيها البركه. محدش يقول انا مش بعرف اعمل حاجه، يعني هنا في متزوجات اخوات طالبات، كل واحد يبحث. يعني عايزه اقول لكم المعونه اللي طلعت دي طلعت بقيمه 70,000 ليره تركيه فقط، مجمعه من طالبات وطلبات جامعه يعني، بس كنا عملنا على جروبات الطلبه بتاعت الجامعه وتجمع المبلغ ده في اقل من 24 ساعه. فهو فعلا النيه، لما الواحد بيعزم النيه على شيء ويتوكل على الله من غير ما يكون في اسباب، لان الله عز وجل اخبرنا ان هو رب الاسباب ورب غير الاسباب. هو رحيم ياخذ بالاسباب لكنه ايضا خزائنه ملء، فدايما امن له خيرا لان الله عز وجل فعلا واسع. اعزموا بس النيه وجمعوا بعض، يعني حاولوا. انا طالبه فانا سالت جامعتي، انا هنا جمعيه طلابي ما شاء الله اصلا ابوابها كثيره يعني، فنيه النيه انا النيه تطرح البركه. صحيح ان شاء الله. عايزه اقول لكم ان في قافله ثانيه طالعه، مش عايزه اقول لك يعني يعني اضعاف المبلغ اللي هي ذكرته ده، وكله متيسر من عند الله. هي بس مجرد ان احنا انا نفسي قبل ما اختم الكلام النهارده نطلع معاكم بشويه حاجات. اول حاجه قلناها اتكلمي وعبري، ما تكتميش مشاعرك، كلي اكتبي سجلي، اتصلي بشيماء قولي لها مين النهارده الاخوات اللي عندهم استعداد يعملوا، وان شاء الله يبقى جروب اللي عندهم استعداد يسمعونا ويسمعوا الكلام ونتكلموا معاهم. رقم 2، اوعي تقف في محلك سر، الميه الراكده دي مش كويسه. اطلعي بره امر الصدمه، اعمل ايه؟ اعطي في ايه؟ ايه اللي ممكن اساعد بيه؟ ايه اللي ممكن كذا؟ اسمك ايه؟ توتا. حسناء الجميله العسوله قالت ايه؟ ما انتش قادر تعمل حاجه؟ مش قادرين تعملوا حاجه، نعمل ايه؟ ندعي. ادعي، لكن اكون عدو. يعني انا برضو مش عايزه بس ازمه الزلزال، لان هو هي تفوق قدره الدوله، بس الكارثه اللي حصلت تفوق قدره الدوله كتير. هتوتي يا بنتي كفيله يا بنتي حبيبتي حبيبتي، في حاجات كنت عايزاها وعايزاها فعلا.
هي دي الروح اللي احنا عايزينها. صحيح. هي دي الروح اللي احنا عايزينها. بس انا مش عايزه الامر يقتصر يا بنات على الزلزال فقط. لا، موضوع الزلزال جه تذكره لينا ان احنا نتكافل ومسلم اخو المسلم ويكفله ويبقى معايا ويدعم كل الكلام ده. تعدي الازمه ان شاء الله. انا عايزه ده يبقى سمت حياتك. انا عايزه نحشر الخمسين اللي حضروا النهارده دول، ترفعوا ايديهم كده، واربعه جم كمان زياده باربعه وخمسين، واحنا اقول معاكم نبقوا سواد بتاع 60 70 واسلام والمصورين برضو على راسنا. انا عايزين دولت يبقى ده شعار ليكي طول حياتك. مين اللي محتاج مساعده؟ مين اللي عايزني اجي معاه في عمل تطوعي؟ مين كده اجمل ما تقبلي بيه على الله عز وجل مساعده اخوك المسلم، افضل من اعتكاف في مسجد النبي بقد ايه؟ شهر. مسجد النبي عليه الصلاه والسلام، لان اقضي حق، واللي بيقضي حاجه مسلم في الدنيا ربنا بيقضي له حاجته. ينفع يكون ده سمت حياتنا؟ ويبقى اللي حصل ده مش هزه ارضيه، لا ده كمان هزه قلبيه لينا، ان احنا نعطي ونعطي ونعطي وندعو الله سبحانه وتعالى يختم لنا واحنا في احب الاعمال يا رب، وفي اخلص الاعمال يا رب، ساجدين صايمين في مكان اي حاجه، وبالشهاده عايزين كله. عايزين كله، عايزين كل الخيرات. ينفع نكون كده؟ ينفع نكون بالعزيمه دي والجمال ده؟ انا عايزه اقول لكم، كان القصه بتاعت اللي قاعد يعملوا عليها حوارات على الجروبات والناس مش مصدقه، لا صدقوا، انا بغسل موتى. ايه ما كنت في مصر يعني، كام دلوقتي؟ السنه السابعه ولا الثامنه؟ بشوف من الكرامات اللي لو 700 مليون لسان كاذب يجي يكذبني اقول له حاجتك يوم الدين. من حمل الكتاب الله، من اللي ما كانتش بتعرف تقرا وتكتب وكانت تختم مع اذاعه القران كل يوم ونص او كل ثلاث ايام. ولا تقرا ولا تكتب وكانت تختم مع اذاعه القران او تختم مع كل يوم ونص او ثلاث ايام. وانا اللي غسلتها. اللهم بارك. او اللي كانت بتمشي في حوائج الناس، ما فيش حد يتخانق في الشارع الا لما يجي لها. فجو مره اشتكوا من ابنها، وابنها طويل، طلعت على الكنبه كده ولطشته، قالت له اقعد للناس واعمل كذا ورجع للناس حب. تعالوا شوفوا مدى النور اللي طالع. مش سيبكم من الخزعبلين الناس اللي ما لهمش في القصه دي، يقول لك ده لا 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 لا، حاجتهم يوم الدين. من الكرامات اللي في الدنيا قبل الاخره. واحنا عايزين كده، احنا محتاجين كده. مين فينا مستغني؟ استغفر الله. مين فينا مش عايز جنه ولا الفردوس ولا النبي عليه الصلاه والسلام؟ عايزين جوه القصر. يعني احنا مش قال بيت سيدنا ندعو الله سبحانه وتعالى يبقى جوه قصر النبي عائشه؟ مش نافع كده. عايزين نبقى جوه بيت النبي عليه الصلاه والسلام. في حد مش عايز العلو ده؟ في حد مش عايز يبقى مع مين من اولياء الله سبحانه وتعالى، الولي دوت اللي له كرامه في الدنيا والاخره؟ كلنا عايزين. خلي اللي حصل ده زلزال لقلبك، اطلع خطوه قدام. ما جم يتكلموا عن الام اللي فضلت تعيط للفريق الانقاذ اللي في افاد، وتعالوا وعيالي الاثنين ما تهدوش الجدار، لو هديتوها يموتوا، وتحايل عليهم لحد ما وقفوا الحفر ووقفوا الحاجه ونزلوا علشان ينقذوا الاثنين. وبعد ما انقذوهم الاثنين بيدوروا عليها، ينادوا عليها ما بتردش، مش موجوده. بينادوا عليها. فالولد قال له امي ميته بقالها 4 سنين. دي كرامات، دي آيات بقدر الله. آخر حاجة أوصيكم بيها كثرة الاستغفار. وما كان الله ليعذبهم أنت، وما كان الله معذبهم هم. بس حتى لو جه قضاء ربنا بأي شيء، أنا بعيد لله، قلبي مطمئن بالله، قلبي مطمئن إن أنا بخدم عباد الله، قلبي مطمئن إن أنا مع الفريق اللي هو اللي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون نحسبهم. قلبي مطمئن ان انا مع الطاعات. تخيلي واحده بتصحى من الصبح، والله والله والله، وهي جدا الان وهمه. انا ذات نفسي لما كنت اعوز كنت اروح اكلم حد من تبعها، وهي جده، وكانت تجيب زوجات او بنات اولادها الصبيان، تقول لهم تعالوا هنجيب لكم دليفري النهارده، ما تطبخوش ولا تعملوا، تعالوا عشان تحضروا الخير وتسمعوا الخير. اعرف اخت من الاخوات، انا نفسي لما همتي تقل شويه اتصل عليها، عندها 6 من الاولاد. والله ما بارك يعني، العالم في العمل الاكاديمي والعمل التطوعي، وبعدين يبقى مثلا عندنا معسكر ولا مخيم وبتاع، واصحى الكلام ده بنتقابله بقى احنا بنعد والدنيا زمان يعني.
ف بنتقابل الساعه 6 قبل الطلبه والبنات ما يجوا، واحنا مخلصين اجتماع الساعه 11 بالليل، كل واحده معاها بالعيلين الثلاثه مجرجره وراها وهيصه كبيره يعني. ببص الاقيها الساعه 6 دي جايبه البليله باللبن وجايبه معرفش البسبوسه وجاي ايه، عملتي ده امتى؟ قالت يعني نمت ساعتين ثلاثه. ايه الهمه دي؟ ما هو لما تطيعي الجوارح تأبى عليك الا الطاعه. لما تبقي في طاعه ربنا وفي عمل الله وفي عمل الخير جوارحك ذات نفسها بتخف، ما بتبقيش ثقيله، ما بتبقيش ثقيله لا على العمل ولا على العطاء ولا الكلام ده. قلت اه، ما عشان كده صاحب الذنوب ما بيعرفش يقوم قيام ليل، صاحب القلب ما بيعرفش يقوم قيام ليل، ثقيل عليه. اخر حاجه وثقوا بيها عشان ابطل رغي بقى، اخر حاجه وثقوا بيها القران والقيام. احنا كنساء، معلش عنصريه بقى شويه للرجال اللي حاضر، احنا كنساء ملناش حل زي ما بقول لكم كده، ولا ليكي خلاص ولا ليكي حبل بينك وما بين ربنا الا القيام والقران باي حال من الاحوال. ملكيش حل الا ده. يوم ما يبقى بينك وبين حاجه ولا اتظلمتي ولا اتخذلتي ولا اتاذيتي، فين ركنك الشديد؟ فين اللي بيقدم حاجه ويرجع لركن الله؟ يا رب مالي غيرك، حصل وحصل وحصل، ما ربنا يعلم. بس لا احكي بالبلدي باللي في قلبك، كذا وكذا يا رب، مالي غيرك يا رب، نجيني يا رب من كذا وكذا وكذا يا رب. يا رب انت يرضيك، والله ان كان يرضيك خلاص انا زعلانه قوي. قولي قولي وابكي وعيطي. والقران اوعي تكوني تمره ملهاش بتاع، ملهاش ريحه، ولا تبقي ريحانه بدون الطعم. لا، احنا نجمع الخيرين. الرجال لهم امور واعمال كتير، احنا خلصنا. ولا تقولي لي زوج ولا حبيب ولا خطيب ولا عيال ولا اب ولا ولا القصه دي. بصي في حياتك الله سبحانه وتعالى خير صاحب وخير انيس. اختم بكلمه لبنتنا الجميله اللي ختمت، الختمه مش النهايه، تمام يا رحمه؟ يعني الختمه في حد ذاتها بدايه الطريق مع ربنا سبحانه وتعالى. حامل القران عامل بيه، يعني انا عندي نحفظ جزء بس، طبعا مش الدعوه دي، انا عندي نحفظه ال 30 جزء ان شاء الله. تحفظ وتعمل باللي انت حفظته، حفظته سمتا وعملا وقولا وروحا، قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا. الله الاخت الجميل اسمك ايه؟ يلا سميه، ده صاحبه رحمه في يوم كذا وعقدت النيه هتختم. هتختم مين تاني؟ اسمك ايه؟ يا يافا والله فلسطين بحالها. قالت انا كمان هختم. مين كمان ترفع ايدها وتقول انا النهارده وانا ناويه؟ قال يا رب، قال يا رب مين؟ ارفعوا ارفعوا على الله سبحانه وتعالى يا رب، لعل حد صالح فربنا يستجيب لنا كلنا فيه. هو ده ختمه القران يا رحمه ولاي حد، بدايه بدايه الطريق. صح يا عائشه؟ عندنا عائشه من الختمه. عايزه اقول لكم عائشه ختمت في ظل العمل تحت ضغط. ختمت في ثانيه ثانوي وثالثه ثانوي، يعني حاجه جو دراسه وثانوي وكده. فدي البدايه. اعرف يعني ايه تصوير الصوره، يعني ايه اجيب اللوح. معلش السنه قديمه من ايام معلش اسمعوا خالدتكم هال. اجيب الصفحه بتاعت القران، ايه افعال ربنا في الصفحه؟ افعل كذا وافعل كذا، ادي الافعال. ايه نداءات ربنا في الصفحه؟ ايه مراد ربنا حريم بيتكلم لازم. مراد ربنا في ايه مني؟ يريد مني كذا وكذا. ايه ايات العذاب؟ يا رب نجيني منها. طب ايات الرحمه؟ يا رب اعطيني اياها يا رب يا رب. ده تثوير بالثاء، اسمه تثوير السوره. تدبر جزء منه، معنى، تفسير، اعرف مين اخطا. بديكوا الهمه، بديكوا الهمه عشان ما بحبش الناس لا احنا عايزين اللي همتهم عاليه. تقول لي انت عايزه تفسير طب ماشي الانعام، طيب ماشي هات الصفحه، هات مختصر ابن كثير، ما تجيبليش هات المختصر، هات هات كده عدي عدي الميه، عدي الصفحه فوق، عدي اربع سطور هي في النص، اقرا. ايه ده؟ ايه ده؟ وامراه عامله وعندها عيال وعندها جوز بقى، يعني يعني لا يخفى علينا حال الازواج في اليوم ده يعني. يلا جايب لك في 12 جايين قبل المغرب بنص ساعه، زادوا 8 يعني مش زادوا 2 3 زادوا 8 وعزومات عزومات وناس وداخله وطالعه صلاه وكذا. وده هذا حال، افتحي انزلي هاتي الصفحات هنا مختصر ابن كثير. كان بيعطيهم حد تجميعة القران العشر فرادى يعني،
وبعدين يعني تولاه الله بقى مع اللي تولاهم، قالت تمام واتفقت مع حد اونلاين وكذا وكذا. ولسه السنه اللي فاتت كانوا السنه دي بيعملوا عمره اول ما فتح، وراحوا ختموا العشر، قالوا له احنا بداناها يا رسول الله عندك وختمناها عندك، ختموها عند النبي عليه الصلاه والسلام، وبدات ختمه جديده الناس دي تجمعه العشر مع مجموعه جديده امام قبر النبي عليه الصلاه والسلام، صلوا عليه. اللهم ارزقنا يا رب زيارته ورؤيته في الدنيا والاخره، قولوا امين. فالقران حق مين؟ كان قرانا قولا وفعلا ابدا، تحبي ما احب الله. انا لما اجي اسمع رحمه تعالي كلميني عليه، قولي لي كده الايه بتاعت النهارده بتاعت الورد عملت معاكي ايه؟ في شويه ايات كده، في صور طبعا انتوا عارفين الناس اللي لهم حال مع الختم، مره تلاقي تقرا الصوره 20 30 مره، ومره كده يفتح عليك بيه صح، وتبص تلاقي حاجات مسخ. طلعي الختمه الاولانيه كده، الله يفك اسر دكتور صلاح، كان لك لو عايز حاجه، لو عايز حاجه. انا عن نفسي اول رساله دكتوراه في الارشاد ختمت لها ختمه كل ما يخص الاسره، عايزه حاجه خاصه بالتربيه يلا اكتمي لي الختمه بيها، وطلعي كل ما يخص بالتربيه واللي في السيره وهاتي كذا واحوال النبي عليه الصلاه والسلام والجيل الاولاني اول تابعين. طب انت حاجه كده يجي يقول لك اتكلمي في موضوع، عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ كذا، خلاص يبقى مش هنقعد بقى نحضره، خلاص. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب بحاجه هذا الوقت المبارك يا رب بحق حبك في رسول الله، فاللهم صل وسلم وبارك على محمد في الاولين والاخرين، وصلي على محمد يا رب كلما ذكرك الذاكرون، وصلي على محمد كلما غفل عن ذكرك الغافلون. اللهم لك الحمد أبدا، لك الحمد أبدا، لك الحمد أبدا، لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا يا رب، علمناها أم لم نعلمها، أدينا شكرها أم عجزنا يا رب، وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للجمع الكريم يا رب، اللهم اربط على قلوبهم بالتقوى والإيمان يا رب، اللهم اجعلهم مسلمات صالحات بما تحب وترضى يا رب، اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا رب. نسألك وقبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ورضوان، ورب راض عنا غير غضبان. ارضى عنا يا كريم، ارضى عنا يا رب، ملناش غيرك مساكين يا رب، ملنا غيرك. اللهم امنن علينا يا رب بحبك وانسك، اللهم امين. اللهم اغفر لاختنا رحمه يا رب، واجعل كل الحاضرين على نهج ختم النبي صلى الله عليه وسلم وختم القران، امين امين امين. وصلى اللهم على سيدنا محمد، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.